عيد الميلاد بهجة كل الأعياد، عيد الميلاد عيد المغفرة والحب والرحمة والسلام. في هذه الأيام نحتفل بذكرى ميلاد الرب يسوع في الجسد، حيث أنه هو صاحب العيد الذي يعطي قيمة ومعنى له، وإلا أصبح عيد الميلاد بكل بهجته وزينته كغيره من المناسبات الأخرى التي فيها نلتقي ونعيش لحظات مؤقتة من البهجة والفرح تنتهي بانتهاء الموسم. في هذه الأمسية سنقدم تراتيل ميلادية تقليدية وبعض المقتطفات من أوريتاريو الميلاد مع تراتيل عالمية، آمنين أن تعيشوا معنا فرحة العيد الحقيقية بميلاد مخلص الأمم الرب يسوع المسيح. فلنستمع معاً ونصلي كي ينير الطفل الإلهي مغارة قلوبنا ليجد فيها الدفء والحب والفرح، كي نقول عن استحقاق ولد المسيح هللويا. Your Excellency, the Minister of Tourism and Antiquities, Mrs. Lina Annab. Your Excellency's Bishops, Reverend Fathers and Dear Sisters. Your Excellency's Ministers, Deputies, Ambassadors, Diplomatic Corps, and the Knights of the Holy Sepulchre. Our esteemed Caritas Jordan partner. Distinguished guests. Christmas has the greatest joy compared to other celebrations. Christmas is an occasion for forgiveness, love, mercy, and peace. These days, we celebrate Jesus Christ's birthday, the master of celebration, who gives Christmas a value and a meaning. Otherwise, Christmas, which brings joy and decorations, will be like any other occasion that brings us together to live temporary moments of joy and happiness, then finishes when the season ends. In this evening, we will present traditional Christmas carols, some extracts of Christmas oratorio, together with the word hymns, hoping to live together a real Christmas happiness as Jesus, the word Savior, was born. Let's listen and pray together so that the heaven-sent child would enlighten our hearts to evolve warmth, love, laughter, and strongly say, Jesus is born, hallelujah. لنرحب معا بجوقة ينبوع المحبة. We welcome Fountain of Love Choir. نرحب بقائد الجوقة السيد طعمة جبارة. Thank you.
تخافوا لا تخافوا لا تخافوا ها إني أبشركم بفرح عظيم يعم الشعب كله شعب كله ولد لكم اليوم ولد لكم اليوم ولد لكم اليوم مخلص ولد لكم اليوم ولد لكم اليوم ولد لكم اليوم إليكم هذه العلامة ستجدون طفلا مقمطا ومضجعا في مذود ثم انضم بغتة جمهور الجند السماوي وفي الناس المسرة في الناس المسرة المجد 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 لله المجد لله المجد لله في العلا Unto us a child is born. Unto us a son is given. Unto us.
Star of light, star with glory and beauty bright, where's the leading star?
مساء الخير، كل عام وانتم بألف خير. بدنا نشجع هلا أطفال ينبوع المحبة ونزقف لهم زقفة كتير كبيرة، هالأطفال الرائعين. يلا حبايبي عماد وحنين تفضلوا.
جسد زين لون شجرة تاخد لون قمح المزروع حضر مغارة للعذراء وقبل الكل مدود يسوع وعشت السماء
Stay.
تفضلوا. باسمكم جميعا، باسم جوقة ينبوع المحبة وباسم جمعية الكرتاس الأردنية، بنحب نشكر معالي الوزيرة على تشرف لك إن هاي الأمسية. وإذا ممكن تتفضلي هون عنا، في عربون شكر دي يقدم لك يا السيد وائل سليمان ومدير جمعية الكرتاس الأردنية. سيادة المطران ويليام شوملي، مطران اللاتين، سيادة المطران بنديكتوس، مطران الروم الأرثوذكس، سيادة المونسينيور مادرولالي، سفير الفاتيكان، سيادة المطران مارون لحام، سيادة المطران ياسر عياش، سعادة السفير شابا، سعادة السفير جوفاني براوزي، الحضور الكرام، أنا فعلاً يعني مبسوطة كثير إني أكون اليوم معاكم، وبحب إني أنقل لكم تحيات ومعايدة دولة رئيس الوزراء اللي بيبعث لكم بأحر تحياته في مناسبة عيد الميلاد. طبعاً أنا بدي أحكي على شغلة، إحنا اليوم عمالنا بنحتفل في عيد الميلاد، عم نحتفل بدعوة لمحبة وسلام، وطبعاً إحنا بنتذكر هذا يعني هذه المشاعر الحلوة، وبنتذكر قديش هذه الأوقات مهمة إنه دائماً نضلنا نفكر
إنه قديش ضروري إنه نضلنا متعايشين ما بين بعضينا، تضلها هي المحبة السائدة، نضلنا نفكر بالرسائل والدروس اللي علمنا إياها سيدنا المسيح في إنه كيف دائماً إنه نضلنا إخوة مع بعض وأخوة متحابين. طبعاً أنا بدي أحكي على ينبوع المحبة إذا بتسمحوا لي. يعني ينبوع المحبة هي اليوم اللي احنا شفناه هو مد على المفخره، وانتم فعلا بترفعوا الراس، انتم بتبعتوا. يعني لما اللي شفناه اليوم بورجينا مدى رقي الموسيقى والفن، ومش بس هيك، يعني سيادة المطران لفت نظري انه في عندك الارينجمنت بتاعت الموسيقى بواحد اسمه محمد عثمان. فيعني إذا هذه بتورجي شيء، بتورجي قديش إحنا كشعب أردني نسيجنا لا يتكامل إلا بوجود المسلمين والمسيحيين مع بعض. وهذه شغلة أنا بدي أكد عليها، هي مش كليشي، وبتمنى إنه يعني إنها تكون، يعني تعرفوا قديش هي طالعة من القلب. أنا فعلاً أنا تربيت في مدارس الرهبات، وكلمة تعايش أقولكم الصراحة أنا ما بحبها. إحنا نسيج، والنسيج ما بيكتمل إلا بوجود كافة العناصر في هذا النسيج. وإنتوا وإحنا ويعني المسيحيين في بلدنا اليوم عنصر رائع، عنصر دائماً بذكرنا بكل القيم الحلوة، بذكرنا بقديش هذه الديانة ديانة عظيمة، قديش هذه الديانة بتدعو للسلام، بتدعو للخير، وبتدعو لكل شيء حلو. فكل سنة وإنتوا سالمين. المسيح ولد، هللويا، وفعلاً هللويا، وكل عام وأنتم بخير.